البداية ستكون من موقع راديو مونت كارلو الدولية، والذي يقول إن إجراءات يونانية وبلغارية مشددة لمنع دخول المهاجرين القادمين من تركيا. وكنا قد تابعنا مع حضراتكم قبل لحظات صورة حية من عند الحدود التركية اليونانية، حيث موجة من اللاجئين والمهاجرين الذين تجاوزت أعدادهم 1000 شخص تقريبا من الراغبين في اجتياز الحدود إلى اليونان. من موقع مونت كارلو إلى موقع CNN بالعربية، والذي يقول أنه وبعد إلغاء صلاة الجمعة، إيران تعلق جلسات البرلمان وتغلق المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا. وإيران تبقى حالة مثيرة ربما للجدل فيما يتعلق بالأعداد وفيما يتعلق بحجم الشخصيات النافذة والبارزة من الطبقة السياسية التي جرى الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، من بينهم السيدة معصومة ابتكار مثلا نائبة الرئيس لشؤون المرأة ونائب وزير الصحة الإيراني وعدد آخر من أعضاء البرلمان الإيراني الذي جرى الإعلان رسميا عن إصابتهم، فضلا عن حالات أخرى من الإصابة. من موقع CNN بالعربية إلى إندبندنت عربية، والتي تقول إن محكمة أمريكية أبطلت قرارات من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتعلق بالهجرة وتقديم طلبات اللجوء، وإن سياسة ابقى في المكسيك غير صالحة بكاملها بموجب القانون. والرئيس الأمريكي مفهومة تماما حجم سياساته التي أعلنها منذ أن كان مترشحا عن الحزب الجمهوري وصولا إلى وصوله سدة الحكم، وما مضى من سنوات فيما يتعلق بملف الهجرة واللجوء، خصوصا لموجات اللجوء الآتية من دول أمريكا الوسطى والجنوبية إلى الحدود الجنوبية لبلاده مع المكسيك. إلى صحيفة الكومبس التي قالت إن 4 إصابات كورونا جديدة في السويد الدولة الاسكندنافية التي ظلت في مأمن حتى بدء ظهور الحالات بشكل أكثر فاعلية ووضوح في إيطاليا مثلا، ومنها تم الإعلان عن ظهور حالات مختلفة في أرجاء من الشمال الأوروبي كالسويد ومن مناطق أخرى. هولندا بالأمس كذلك كانت تعلن عن حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. إلى اليابان وما فيها، NHK الموقع الياباني يقول إن رئيس الوزراء تشينزو أبي يقول إن حكومته ستمضي قدما في خطة إغلاق المدارس مؤقتا، وهي التي كانت قد أعلنت قبل يومين عن إغلاق مؤقت للمدارس والجامعات رغبة منها في محاولة تحجيم ظهور حالات جديدة من فيروس كورونا المستجد الذي أرق العالم بمختلف جنباته. من NHK إلى موقع سبوتنيك الروسي، والذي يقول إن الرئيس الأمريكي عين مديرا جديدا للاستخبارات الأمريكية، وحجم من عينوا وحجم من تم إقصائهم من مناصبهم منذ أن وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما شكل عددا غير مسبوق في تاريخ الإدارات الأمريكية المتعاقبة. موقع وكالة الأنباء الفرنسية يقول إن هناك تحضيرات لإرسال بعثة إنسانية أممية إلى إدلب في الشمال السوري، عندما سئل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمعرفة ما إذا كان قد حان الوقت لإرسال بعثة أممية إلى إدلب لتقييم الوضع، قال إن ثمة بعثة إنسانية قيد التحضير لهذا الغرض، وهو الذي قال إن الوضع الإنساني في إدلب يثير قلق الأمم المتحدة. موقع وكالة رويترز يقول نقلا عن مصدرين إن الولايات المتحدة أرجأت عقد قمة لزعماء آسيان وسط مخاوف أيضا مرتبطة بكورونا، هذه القمة التي كان ينتظر أن تعقد مطلع في الأيام الأولى من شهر مارس المقبل، لكن الولايات المتحدة اتخذت قرارا بإرجاء عقد هذه القمة خشية من ظهور حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا. من موقع رويترز إلى وكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا، والتي تنقل عن المنظمة الدولية للهجرة يوم الجمعة الفائت أن أكثر من 50,000 مهاجر عادوا إلى بلادهم من ليبيا ضمن برنامج العودة الطوعية الإنسانية على مدار السنوات الأربع الماضية، وإن عدد المهاجرين الذين نقلوا عبر برنامج العودة الطوعية منذ 2015 بلغ أكثر من 50,000 مهاجر من ليبيا إلى دولهم الأصلية، وليبيا كانت تصنف دوما بأنها دولة معبر إلى الجنوب الأوروبي. أخيرا من وكالة شينخوا إلى وكالة يونهاب الكورية الجنوبية الرسمية للأنباء، التي تقول إن الخارجية تحث بكين على تجنب اتخاذ إجراءات تصفها بغير المناسبة ضد الكوريين وسط تفشي حالات جديدة لفيروس كورونا المستجد. وأثارت هذه المخاوف كانت مرتبطة أصلا بشأن سوء الشعور العام كما وصفته وكالة يونهاب تجاه الزوار الكوريين الجنوبيين في الصين، وسط تقارير تقول إن الصينيين أحجموا عن التواصل مع الكوريين عن قرب مع تجاوز عدد الحالات المصابة في كوريا الجنوبية
2000 حالة إصابة. بهذا العرض الصحفي إذن نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى ختام جولتنا الصباحية التي امتدت مع حضراتكم على مدار ساعتين تقريبا من الآن.